السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. كيف ما شفتوا معايا في الصوره غادي نحضر معكم لي بات بطريقه سهله واقتصاديه وفي نفس الوقت ما غتاخذش لينا مكونات اللي هي كثيره ونحضروها في اخر الدقائق. كناخذوا سباكيتي اولا لي بات على حسب حنا شحال بغينا نوجدوا. زدت عليهم هنايا انا على حسب الكميه اللي عندي، عندي ربعه ديال لي بات. زدت عليهم واحد مطيشه اللي قطعتها الى قطع صغيره، واحد حبه ديال البصله ايضا صغيره اللي قطعتها كيف ما كتشوفوا القطع صغيره، وواحد ربع ديال الفلفله حتى هي مقطعه الى قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا، باش دغيا كيطيبوا لنا المكونات. وكنضيفوا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائده، والتوابل كنضيفوا الملح، البزار، سكنجبير، الكركم، وكنضيفوا ملعقه ديال القزبر والمعدنوس كيف ما كتشوفوا معايا ايضا، وكنضيف الماء غليان باش كيسرع لنا العمليه ديال الطياب حتى كتغطى ليا جميع المكونات. هنايا هذه الجديد في هذا لي بات هذا هو اننا ما كنسلقوش لي بات بوحدها ونوجدوا لاصوص بوحدها وكنكثروا علينا كثره الماعن وكثره ديال الوقوف في الكوزينه. كنجمعوا كل شيء في دقه واحده كيف ما كتشوفوا. كناخذوا شي مقله اولا كاسرونه تكون غارقه وكنوضعوا فيها المكونات كلها بعطريه ديالها وكنخليوها حتى كتغلى كيف ما كتشوفوا معايا، وكنحركوا باش كتنسجم لنا العناصر. ولا شفتوا ان الماء يعني ما بقاش عندنا وبقى لي بات ما طابتش، نضيفوا عيننا ميزاننا الماء وحنا كنطيبوا. انا هنا كنظن انني وضعت الماء الكافي لانني ما احتاجيتش انني نزيدو نهائيا. صافي بعد ما كتطيب واحد المده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه كيف ما كتشوفوا معايا كتشرب داك الماء اللي درت ليها. صافي وكنزيد لاصوص ديال الطوماط كيف ما غتشوفوا، جوج معالق كبار تقريبا باش كيعطيوني داك اللون وديك الحموضه ديال المطيشه ايضا كتجي هائله كيف ما كتشوفوا معايا. وكنحرك باش كتنسجم دائما العناصر وكنخليها تزيد تشرب شويه داك الماء اللي طلقات لينا البصله مع الفلفله ومع مطيشه. وكنضيف الجبن المحكوك في النهايه، كتبقى لمسه اضافيه فقط اللي ما بغاش يديروا فما يديروش. اذا كيف ما شفتوا درت شويه ديال القزبر ومعدنوس باش قربات طيب ليا باش كتبقى ديك النكهه ديالو باينه. صافي بعد ما حركت وحسيت بان لي بات طابو يعني ما بقاش غادي نشعل عليهم النار، فكنحاول انني نقص تماما البوطه غير باش يدوب ليا داك الجبن مع داك الصهد كيف ما غتشوفوا معايا. النار مهيله مده ديال جوج دقائق ما واصلاش غير باش كيدوب لينا داك الفرماج. صافي وكنطفيو عليها وكنخليوها حتى كتبرد وكنقدموها بالصحه والراحه كيف ما شفتوا. كان هذا هو الاقتراح ديالنا، صدقوني كتجي هائله، مذاقها روعه وما كتاخذش لينا وقت كثير كيف ما كتشوفوا، يعني كنحضروها في وقت اللي هو قصير جدا. اذا كانت هذه هي الفكره ديالنا، نتمنى انها تنال اعجابكم. نتلاقاو فيديو لاحق ان شاء الله، استودعكم الله والى اللقاء.